هي برضو كانت نفس القضية اللي بتشغل أبوه، هي اللي بتشغله قضية الوحدة والجهاد. هو عارف كويس جدا إن الطريق لتحرير البلاد الإسلامية هو الوحدة والجهاد. أول ما استلم الحكم طبعا كان فاضل 3 ممالك صليبية، طبعا إمارة الروها أسقطها أبوه، لكن كان في مشكلة كبيرة إنه عشان يوصل لهذه الإمارات الصليبية لابد أن يضم دمشق. وزي ما قلنا قبل كده ان دمشق هذه كانت حجر عثرة امام المسلمين فترة طويلة جدا من الزمن، طول عهد عماد الدين زنكي وحرب عماد الدين زنكي فترات، وفشل عماد الدين زنكي في اسقاط دمشق او في ضم دمشق للحكم الاسلامي. ووقت ما كان نور الدين محمود متولي الحكم سنة 541 من الهجرة بعد وفاة ابيه، كان على رأس الحكم في دمشق واحد اسمه مجير الدين ابن ابق، وده ما كانش ليه اي كلمه او صوت في داخل دمشق، والحكم كله كان في ايدين واحد اسمه معين الدين انر، ودي كان شخصيه فاسده وظالمه ومكروهه ومخالفه للشرع وكثيره التحالف احيانا مع الصليبيين واحيانا مع المسلمين، يعني شخصيه متقلبه بحسب المصلحه التي تحكمها. وكان طبعا دي مشكله كبيره بالنسبه لنور الدين محمود عشان يوصل لفلسطين او يوصل لاماره طرابلس او يحارب حتى انطاكيا، لابد ان يؤمن ظهره عند منطقه دمشق. فيعمل ايه؟ حاول ان هو يفكر في ضم دمشق، لكن قبل ان يتحرك لدمشق للاسف الشديد الصليبيين طبعا شافوا موت عماد الدين زنكي وشافوا ان القضيه اصبحت يعني فيها فرصه لاعاده امتلاك الروها من جديد، وبالذات ان اللي تولى الحكم شاب صغير عنده 30 سنه. فتحركت الجيوش الصليبيه بالاتفاق مع الارمن اللي كانوا عايشين في ارض الروها، مع ان الارمن هؤلاء عملهم عماد الدين زنكي كما ذكرنا في الحلقه السابقه بمنتهى الرقي، وحفظ دمائهم ورد عليهم املاكهم ورعاهم رعايه كامله واقرهم على حريتهم الدينيه، يعني عمل اشياء كثيره جدا في منتهى الرقي. ما كان الصليبيون يعاملون الارمن النصارى بنفس الطريقه التي عملهم بها عماد الدين زنكي، ومع ذلك تراسلوا مع الصليبيين وحصل غزو من الصليبيين لإمارة الروها من جديد. لكن نور الدين محمود رحمه الله جهز جيشه وأدب الصليبيين وعلمهم أن عماد الدين زنكي إن كان قد مات فإنه ترك وراءه أسدا هصورا هو نور الدين محمود رحمه الله، وانتصر انتصارا ساحقا في إمارة الروها وأخذ الأسلاب والغنائم، وكان نصر مجيد في أوائل أيام حكم نور الدين محمود رحمه الله، ليعلم الجميع أن البلاد الحمد لله ما زالت في أيد أمينة وهي يد نور الدين محمود الطاهرة رحمه الله. بعد هذا الانتصار المهيب طبعا الصليبيين انزعجوا انزعاج كبير جدا، وعلموا أنهم أمام أزمات قادمة كبيرة، فاجتمع قواد الصليبيين في القدس وعملوا استشارات موسعة، ووصلوا في النهاية إلى أنه لابد من طلب الإعانة من أوروبا، وأنهم لن يستطيعوا بقواتهم الحالية أن ينتصروا على نور الدين محمود وجيوشه الإسلامية، وبالذات أن في حمية إسلامية عالية جدا في الأمة الإسلامية كلها دلوقتي، فبدأوا يستنصروا بأوروبا. فبدأ البابا أوجانيوس الثالث يجهز ما عرف في التاريخ بالحملة الصليبية الثانية. الحملة الصليبية الأولى هي اللي قام بها البابا أوربان الثاني في بدايات الحروب الصليبية، وجمع الجيوش وحصل غزو عام الإسلامي زي ما أنتم عارفين. والحملة الصليبية الثانية دي تجهزت بعد سقوط الروها وبعد مقتل عماد الدين زنكي وولاية نور الدين محمود رحمه الله، والحملة دي كان على رأسها لويس السابع ملك فرنسا وكونرد الثالث ملك ألمانيا والنمسا، وكانت حملة كبيرة جدا ضخمة، وعبر بها ملك ألمانيا أوروبا بكاملة وعبر القسطنطينية ووصل إلى آسيا الصغرى. والحقيقة يعني في طريقه حاول يعطله إيمانويل ابن أليكسس كومنين، أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية كان مات وتولى من بعده إيمانويل ابنه، وإيمانويل هذا حاول أن يعوق الجيوش الصليبية لأنه لقى الجيوش الصليبية السابقة لم تعطيه شيئا في بلاد المسلمين، وخاف على أملاكه البيزنطية شخصيا من الحروب الصليبية أو من الجيوش الصليبية الغربية، لكن لم يفلح، لكن قلل من أعداد الجيش الألماني، وحصل صدام تاني مع السلاجقة في الروم، وحصل تخطف نتيجة الروح العالية عند المسلمين للجيش الألماني، وسبحان الله وصل من الجيش الألماني 5000 مقاتل فقط إلى أرض الشام، مع أن كان طالع من النمسا وألمانيا 200,000 مقاتل، متخيلين الروح العالية اللي كانت عند الأمة الإسلامية. ووصل جيش فرنسا عن طريق البحر إلى القدس وإلى طبعا إلى يافا ومنها إلى القدس، وحصل اجتماع مع زعماء النصارى في القدس، وبدأوا يفكروا نعمل إيه ونحارب صلاح نحارب نور الدين محمود فين.
نور الدين محمود أملاكه في مملكة طبعا حلب وما حولها وفي الرها بعد إسقاطها، وطبعا أخوه سيف الدين غازي بيحكم الموصل، فابن حربه في أي هذه القطاعات سبحان الله خرجوا برأي غريب جدا، قالوا نحاصر دمشق وناخدها، دمشق اللي هي في إيدين معين الدين أنر، لأنه قالوا إنه عشان نوصل لهذه المناطق مع نور الدين محمود لابد أن نسقط دمشق أولا، مع أن دمشق كانت توالي النصارى في فترات كثيرة من حياتها، لكن النصارى طبعا الصليبيين كان لا عهد لهم بالمرة. وبالفعل جهزوا الجيوش وراحوا حصروا مدينة دمشق، واستغاث معين الدين أنر بكل من حوله ولم يستجب له أحد، فأرسل رسالة إلى سيف الدين غازي الأخ الأكبر لنور الدين محمود يطلب نصرته ضد الصليبيين. يعني الراجل بتاع كله زي ما بنقول بيشتغل على كل المحاور، ما عندوش مانع يستنصر بالمسلمين مرة بالصليبيين مرة حسب الظروف. وسيف الدين غازي رحمه الله لم يخلف ظن معين الدين أنر، جهز الجيش بتاعه واتجه لدمشق، وخد معاه في الطريق نور الدين محمود، وتجمعت الجيوش حول دمشق. وفي الطريق والجيوش لسه رايحة دمشق لقينا معين الدين أنر بيبعت رسالة للصليبيين بيقول لهم لو ما سبتوش هذه الأماكن أنا هسلم المدينة لسيف الدين غازي ولنور الدين محمود، وساعتها هم هيحاربوكم. وساعتها خاف الصليبيين من حرب الجيوش الإسلامية المجتمعة، وأنا بقول خافوا مع أنهم أعداد كبيرة، إلا أن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرهبة من نور الدين محمود ومن سيف الدين غازي، فانسحبت الجيوش الصليبية من حول دمشق دون قتال مع الجيوش الإسلامية بقيادة نور الدين محمود، وألقى الله الرعب في قلوبهم بل وعادوا إلى بلادهم، وبذلك فشلت الحملة الصليبية الثانية فشلا ذريعا. نور الدين محمود كمل الطريق وبدأ يحارب الصليبيين وانتصر عليهم أكثر من انتصار، من سنة 543 لسنة 545 عمل كذا انتصار، بل وقتل ريموند ملك أو أمير أنطاكيا في أحد هذه المعارك. وحتى لما هزم هزيمة مفاجئة من أحد الصليبيين اللي هو كان اسمه جوسلين اللي كان قبل كده أمير إمارة الروها قبل أن يسقطها أبوه عماد الدين زنكي، هزم هذا الرجل نور الدين محمود في أحد المعارك، فصمم نور الدين محمود أن يرد الثأرة للمسلمين، واستطاع بعد عدة شهور أن ينتصر عليه انتصارا كبيرا، بل وأسر جوسلين دي كورتيني اللي هو كان أمير الروها في ذلك الوقت. في سنة 548 للأسف الشديد حصل حادث مؤسف وسقوط عسقلان، ولحد هذا الوقت كانت عسقلان لم تسقط في داخل فلسطين، وهي المدينة الوحيدة التي ظلت في داخل فلسطين حرة، وإن كانت مملوكة للدولة العبيدية التي كانت تحكم مصر في ذلك الوقت، فسقطت عسقلان. ومن السقوط من هذا السقوط يعني أرسلوا رسالة استغاثة لنور الدين محمود، وحاول نور الدين محمود أن يصل إليها، لكن للأسف الشديد كانت دمشق تقف عائقا له عن الوصول إلى عسقلان أو إلى فلسطين بصفة عامة. ومن هنا فكر نور الدين محمود رحمه الله أن يضم دمشق ضما أكيدا إلى دولته الإسلامية المجاهدة في سبيل الله، وبالفعل جهز الجيش بتاعه، وفي سنة 549 حاصر دمشق، ولم يجد يعني أهل دمشق لهم الجيش العسكري في دمشق أن يجد له طاقة في حرب نور الدين محمود، ففتحت الأبواب، وخاصة أن الشعب الدمشقي في داخل دمشق كان يهتف باسم نور الدين محمود. طبعا صيت وصل في كل مكان، والناس عرفت قيمة عماد الدين زنكي وقيمة نور الدين محمود. الشعب اتغير بعد مرور هذه السنوات، وبدأت العقيدة الإسلامية تتسرب إلى داخل الحصون الدمشقية، ورجع الناس لربهم سبحانه وتعالى، واستقبلوا نور الدين محمود استقبالا عظيما حافلا، وضمت بذلك قوة دمشق إلى قوة العالم الإسلامي، وجعل نور الدين محمود العاصمة له في دمشق ليكون قريبا من الحدود الصليبية أو حدود الجيوش الصليبية المحتلة لطرابلس والمحتلة لفلسطين بكاملها في ذلك الوقت. وعلى فكرة في هذا الفتح الذي قام به نور الدين محمود، مجير الدين أبك اللي كان حاكم لدمشق حاول أن يستغيث بالنصارى الصليبيين، ولكن لم يكن لهم طاقة حين ذلك الوقت ضد نور الدين محمود رحمه الله. بعد كده استمر برضو في معارك متصلة مع الصليبيين. في سنة 558 مات بولدوين الثالث اللي كان حاكم القدس، وتولى واحد اسمه أموري أو عموري كما يذكر في المراجع الإسلامية، وده هيكون لي شأن مع بعض المسلمين في بعض المواقف. في كل هذه القصة نور الدين محمود عينيه على مصر، وبيقول إن إسقاط فلسطين أو إسقاط الجيوش الصليبية في فلسطين دون التعاون مع مصر هيكون أمر صعب جدا،
ومن ذلك الحين وهو يفكر في ضم مصر إلى مملكتي، لكن طبعا كان صعب جدا لأن مصر كان محكومة بالعبيديين. انتوا عارفين الدولة العبيدية اللي هي المسماة بالفاطمية كانت وقت ما تولى نور الدين محمود رحمه الله الحكم، كانت مر عليها قد ايه في حكم مصر؟ كان مر عليها 180 سنة تقريبا، 180 سنة من المكوث في أرض مصر. طبعا ده رسخ أقدامها تماما في أرض مصر، وكان صعب جدا جدا على نور الدين محمود أن يغزو مصر، وبالذات أن فلسطين متوسطة بين الدولتين، بين الشام من الشمال وبين مصر من الجنوب. لكن سبحان الله، مع أن هذه الرغبة لم يكن له طاقة بتحقيقها، إلا أن الله عز وجل اطلع على الصدق في قلبه فيسر له الأحداث.